منتخب مصر ناشئ كره السله تحت 16 سنه واللي بيدربه الدكتور رفيق يوسف فاز بلقب البطوله العربيه واللي اتلعبت على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر، وده بعد ما كسب المنتخب اللبناني بنتيجه 61-70. مكاسب مصر في البطوله ما توقفتش عند الفوز بالكاس بس، لا كمان في جائزه احسن مصوب للرميات الثلاثيه واللي كسبها لاعب منتخبنا مؤمن طارق خيري. المنتخب بيستعد علشان هيسافر بكرة إن شاء الله علشان يشارك في بطولة أفريقيا واللي هتتلعب إن شاء الله في الرأس الأخضر. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا.